بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جايب لكم واحد من أهم الفيديوهات اللي ممكن تشوفها في حياتك بخصوص مرض الكورونا اللاعين وإزاي إن أنت تتغلب عليه. مرض كوفيد-19 بقى منتشر جدا وصعب التعامل معاه. الوضعية لو خدها الدكتور اللي قدامكم دي حاجة مهمة جدا، وهم بيستخدموها في بلاد برة. الوضعية دي بتساعد المرضى في قسم العناية المركزة إن هم يطلعوا الحاجات اللي في صدرهم. لازم تبقى بالوضع ده، لازم تبقى ركبك بالوضعية دي اللي هي وضعية زي الصلاة، قريبة من الصلاة. الوضعية دي بتوصل الأكسجين للمرضى، يعني دي حاجة كويسة جدا. بدل ما بنقعد نستخدم أجهزة الأكسجين يعني بيبقى فيه فشل، لأن بيبقى فيه مواد صمغية موجودة في الرئة، ده غير المكونات الميتة اللي موجودة من الرئة. الحاجات دي بتقدر، الوضع ده بيقدر يساعد إن أنت تخرج الإفرازات اللي موجودة في الرئة، وبيوصل الأكسجين للمناطق السفلية في الرئة. ده زي ما بيشرح الدكتور كده في الفيديو. الكورونا بتهاجم الأجزاء السفلية من الرئتين وبتسبب تجمع السوائل بكثافة. يعني الحاجات دي بتبقى عاملة زي الأسمنت لما بتتكون جوه في الرئة. ده اللي هو بيقوله الدكتور، إن هي بتتكون تبقى عاملة زي الأسمنت. كتير من الدراسات اللي عملوها بيقول إن وضع المريض على بطنه بالوضعية اللي كان واقف فيها الدكتور دي بتساعد جدا جدا ان هي تخفف من الضغط على الرئة، وكمان بتسمح ان الافرازات دي تخرج بره الرئة ان شاء الله. طبعا الدكتور بيحاول يشرح الوضعية بكل بساطة وبكل سهولة، وبيكرر نفس الكلام علشان الناس تعرف تستفيد من الفيديو. الدكتور بيقول إن الوضعية دي ساعدت كتير في إخراج الإفرازات الصمغية السميكة من أسفل الرئتين بواسطة السعال. يعني لما المريض بيبقى في الوضع ده ويكح، هو بيقدر يطلع الحاجات الكتير أوي اللي بتبقى موجودة جوه، وهي دي بتبقى السبب في الوفاة يعني لا قدر الله. وبتساعد إن هي تخفف عن الرئة، يعني الرئة بدل ما فيها ضغط جامد، لأ دي بتساعد كتير جدا. الراجل بيأكد طبعا على إن غسل الإيدين وعدم لمس الأنف ولبس الماسك طبعا دي حاجة مهمة جدا، وفي ناس كتير قبل منه اتكلموا عنها، لكن هو يعني بيأكد وبيقول ان هو في المستشفى اللي هم فيها سموا اليوم اللي كان امبارح قبل يوم التصوير ده يوم الدي دي. دي دي ده اللي هو اكتر يوم حصل فيه داي اوف داي، تمام، اكتر يوم حصل فيه وفيات في الحرب العالمية التانية، وهم برضو كان عندهم نفس اكتر يوم حصل فيه الوفيات في المستشفى اللي هو شغال فيها. وبيأكد على الناس ان في شفافية عندهم طبعا، ان يعني الاعداد اللي هم بيقولوها اعداد كبيرة جدا وتخض، علشان هم عندهم شفافية وبيحاولوا ان هم يقولوا للناس كل حاجة. وبيقول ان اي حد عايز يتأكد من الاعداد دي يقدر يتواصل بيه ويخليه يشوف بنفسه. طبعا هو بيتكلم على عندهم هناك مش عندنا. بيقول ان المريض لما يقعد في الوضع اللي هو كان بيبينه في اول الفيديو ده بيساعده جدا جدا ان هو يخفف عن رئته. طبعا الفيديو اسمه الوضع اللي هم عملوه ده اسمه وضعية الكلب المنحدر، احنا طبعا مش بنسميها كده، دي وضعية كويسة جدا. وبيوصي الناس انها تشرب زنجبيل مع الكركم وتحليه بالعسل. طبعا الوصفة دي قلناها قبل كده كتير طبعا، وفي أدوية كمان بتساعد على انك تشيل المخاط والحاجات اللي موجودة في الرئة. في فيديوهات كتير أوي اتكلمت عن أدوية معينة وكان ليها الأثر. أنا عن نفسي بستخدم ستايل 600، ستايل ستيل 600، دي حاجة كويسة جدا. المادة بتاعت لبان الذكر برضو مهمة جدا وحاجة كويسة، مش وحشة. الدكتور بيحاول يشرح الوضعية بكل بساطة ويكررها تاني عشان يحمي أكبر عدد من الناس. طبعا احنا بنشكره جدا طبعا على التعب، وإن هو بيوصل لنا معلومة احنا ما نعرفهاش. هو اسمه دكتور رفاي، وواحد من الدكاترة اللي شغالين في مستشفى في مدينة بنما في ولاية فلوريدا. طبعا دي ولاية أمريكية وهم الأعداد عندهم حاجة كبيرة جدا.
وبيطلب من الناس تشارك الفيديو في كل مكان علشان يقدر يوصل لكل الناس والناس كلها تستفيد. أشكركم، كان معكم أحمد سنوسي.